كلنا يحب الخير وفعله، وأكثرنا يفرد في قلبه متسعا للآخرين، وتزيد هذه المساحة في القلب بحسب أيام السنة، لكنها في رمضان تزيد وتكبر، فنحس ونحن صائمون بالآخرين من الفقراء والمحتاجين. لكن كيف نحاول أن نبلور هذه الأحاسيس في الشهر الكريم؟ السلام عليكم مستمعين، أنا ميم الكاوي وأنتم تستمعون لقطيفة يومية من قطائف الرمضانية. نعرف ونسمع فضل الصدقة وأهميتها في دعم التكافل الاجتماعي، وخاصة في شهر الخير والعطاء، فالرسول الكريم قال لنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقات يذهبن عنا غضب الله عز وجل، فيغفر لنا ذنوبنا، ويدرأ عنا من خلالها الأمراض البدنية والقلبية، ويدفع عنا البلاء. وفي شهر رمضان تعظم فائدة الصدقات، وتزيد الإنسان قربا من خالقه. وفي رمضان تتنوع صور الصدقات والعطايا، فبعض المتصدقين يبحثون عن المحتاجين المتعففين بحثا حثيثا حتى يجدوهم، وبعضهم الآخر ينتظر المحتاجين المعتادين لأخذ صدقاتهم بيدهم، وبعض الناس لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن الفقراء، فيعطون أموالهم وصدقاتهم لآخرين لكي يوصلوها لهؤلاء المحتاجين، أو يلجؤون للمؤسسات الخيرية والمراكز الخاصة بالأيتام والأسر المحتاجة، وهو أمر ربما لا ضير فيه، خاصة في ظل كثرة الناس وقلة معرفتهم بمن هو محتاج حقا. لكن هؤلاء ينسون فضل إعطاء الصدقة باليد، ويريحون رؤوسهم من الأمر برمته، فيضعون ما جادت به أنفسهم في صناديق الخير المنتشرة هنا وهناك. وآخرون يسعون سعيا وراء المحتاجين، يبحثون عنهم، يسألون عن أحوالهم، ويقترحون عليهم طرقا لإنشاء أعمال أو مشاريع صغيرة خاصة بهم، ويدفعون لهم رأس مال يبدأون فيه. وهناك ناس يحاولون كفالة أيتام، أو منح طلبة منحا دراسية جامعية، أو يعملون على إيجاد وظائف لشباب عاطلين عن العمل، كما أنهم يعملون في جماعات وجمعيات تتعدد عندهم الأفكار، فتصب في النهاية في نفس الهدف السامي. وهؤلاء في مجتمعنا كثر، وأسماؤهم لا ترن في الآذان، لأنهم لا يريدون رضا الناس بل رضا خالق الناس. وكما من المتصدقين أنواع، فللمحتاجين أنواع أيضا، فقد تجد منهم من ينتظر المواسم الخيرة مثل شهر رمضان ليكتفي بما يحصل عليه من مساعدات وصدقات، فيجلس بانتظارها بلا عمل، وقد يكون لبعضهم أعذارهم المرضية وغيرها، لكن كثيرين منهم يتكلون على المعطي، بل ويرفضون أي شيء آخر غير العطاء النقدي أو المادي، أن يعمل أو يجتهد أو يقبل فكرة مشروع للعمل فهذا ليس من قائمة تفكيره. ومنهم من يتعفف فتجده يخجل من الصدقات، وهؤلاء قلة قليلة جدا، لكن حب العطاء موجود بداخلنا، قد نفقد بوصلته في معظم أيام السنة ثم نجدها في أيام أخرى، إلا أن ميزة ميزتنا نحن المسلمون أننا حينما نعطي نرى هذا العطاء في وجوهنا، فتنير بالرضا والسكينة والحب، ولو كان ذلك فقط في شهر رمضان. أنا ميم الكاوي، وأنتم استمعتم لقطيفة يومية من قطائف الرمضانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.